شفنا اراء الناس وكل واحد شايف حازم امام لو مش لعيب كوره شايفه في حاجه، ولكن طب حازم انت، حازم امام انت شايف نفسك ايه؟ حازم امام لو مش لعيب كوره بتاع لذيذ جدا جدا والحته الاخيره صايعه جدا بتاع نادي الزمالك جامده جدا. خد بالك برضه احنا تحياتي لكل اللي عمل حاجه في الدغله برضه. خد بالك جامده جدا حلوه. انت تشوف نفسك ايه بقى؟ انت كنت بتقول ايه بقى؟ لما كنتش لعيب كوره كنت ممكن اطلع طياره زي اخويا يعني كان ممكن، لان انا الموظف والشغل الروتيني ده ما صعب يعني، او انا ما اتعودتش عليه. عارف احنا حياه الكوره ما فيهاش روتين قوي، ما فيش انك تصحى الصبح كل يوم تروح مكان، بتروح التمرين بتروح تلعب لكن مش بتروح تقعد في مكتب يعني. طيار مدني ولا حربي؟ طيار بقى. لا مدني وحربي. حلو طبعا. حلو بصراحه جدا. طب بمناسبه اخوك، تعرف ان انا بابا كان عايز يدخلني كليه حربيه؟ والله انا ابويا كان كليه حربيه وجدي كان كليه حربيه، وبابا اول ما اتخرجت اول ما ثانويه عامه قال لي انا هديك كليه حربيه. يا خبر ابيض. فقلت له ماشي بس انا هلعب ازاي كوره يعني؟ صعب عليا. انا كنت ساعتها بقى خلاص كان يعني دخلت بقى في الفريق الاول والاحتراف وبتاع. فقعد يفكر شويه كده كام يوم وقال لي ده هيبقى صعب فعلا، هيبقى صعب تخش و40 يوم وبعدين تقعد بقى وتطلع تبقى صعبه دلوقتي الدنيا. طب كابتن حماده كان عنده اصرار ان انت ما تبداش حياتك في نادي الزمالك؟ هل هو كان متعمد؟ لا خالص. ولا جاب هو مش في دماغه يعني، عارف زي مثلا ابنك او ابنك بتشوفه مش في عينك ما تشوفوش لعيب يعني، هو عيل صغير بيلعب وخلاص. بس هو قال لي على فكره قبل كده الله يرحمه يعني، قال انا كان قال لي انا نفسي قال لي انا كنت عايز الزمالك هو اللي يطلب حازم. ممكن بس انا بابا يعني كان دايما يعني ايه سايبنا يعني، حتى دلوقتي لما تشوف الناس اللي اولياء الامور مع عيالهم مركزين قوي. بعد اقول ابويا انا ابويا ما كانش بيجي معايا ماتش والله العظيم، اقول له انا الصبح نازل عندي ماتش وانا مع الزمالك، يقول لي مثلا راجع يقول لي عملت ايه، وهو ماتش مثلا في الزمالك وهو في بس على فكره ده ذكاء كان وكيل النادي. بس على فكره ده ذكاء منه عشان ما كانش عايز يحط ضغط. ايوه خالص. انت عارف دلوقتي يا كابتن حازم، انت عارف ما كانش بيحط عليا ضغط خالص ولا والله العظيم. انا اول مره اشوف ابويا مثلا في الماتش وانا عندي 17 سنه او 18 سنه في ملعب في نادي الزمالك بيتفرج عليا، كان ببقى معايا في النادي. انا كده برضه معايا في النادي بقول لك، كان وكيل كان نائب رئيس النادي وانا بلعب في الناشئين، وعمر ما شفته جه يتفرج عليا يقول لي عملت ايه بعد الماتش، سمعت انك كسبت، سمعت انك لعبت كويس. بشوف بقى الناس اولياء الامور دلوقتي شد عصبي على عيال غير طبيعي. بيحطوهم يا ابني روح مع كل حاجه، اتخانق مع الحكم، اتخانق مع المدرب اللي ملعبه، اقول له يا جماعه خلوا العيال تنبسط، انتوا جايبين عيالكم العيال ده 15 سنه و14 سنه مشدود شده، ويخش فرامل في المنافس في وشه وعيال تخانق مع بعض. لا بعد التمرين انت أيوة. عملت الكره الفلانيه ويزعق له في العربيه، اولياء الامور بيعاقبوا العيال. طب يخلي الواد جاي عيني مش مبسوط. انت شايف حازم كان هيبقى ايه لو ما كانش لعيب كوره؟ يا كوت اديني حاجه حلوه، اديني حاجه حلوه اللي بالنا كتير. لا يعني بقى اقول لك على حاجه حلوه، احلى حاجه حلواني. ايوه انا قلت الحلواني دوت والدتي تجيب حاجه يعمل حاجه حلوه وبتاع وكده. ايه منك انت؟ انا مش حاجه. حازم شيك. انت عارف انا عارف انت ايه. حازم شيك ما تقول بقى، خليها تحلو. طب انت شايفه كده؟ لا 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 انت ما اقدرش اكذب. يعني مش هقدر اقوله. انت عندك حاجه لازم لا تقولها.